ظن الجميع أن المباراة تسير في طريق حرس الحدود، ولكن هناك وليد سليمان من جديد يتفوق يتألق مع العرضية. ووليد سليمان متابع وهذه المرة بالرأس يسجل. ظن الجميع أن المباراة تسير في طريق حرس الحدود، ولكن هناك وليد سليمان من جديد يتفوق يتألق مع العرضية. وليد سليمان متابع وهذه المرة بالرأس يسجل.